هذا ليس تصويرا للروح، فالروح من أمر ربي. إخواني هذا فقط يعني يبين كيف تذهب الحرارة من جسم الإنسان، بداية بالساق تتلاشى إلى بقية الجسد إلى أن تخرج الروح تماما، كما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، أي انتزعت الروح من الجسد وبلغت التراقي. والتراقي جمع ترقوة، هي العظام اللي بين النحر والكتف. وقيل من راق يعني يقول الإنسان هل من طبيب شاف. لاحظوا كيف تخرج الحرارة شيئا فشيئا، كما أن الروح تخرج شيئا فشيئا. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، يقول حسن البصري: أي ماتت رجلاه فلم تحملاه إلى ربك يومئذ المساق. هذا شخص حقيقي الآن يحتضر، يعني الآن هذا تخرج روحه حقيقة. لاحظوا كيف تذهب الحرارة شيئا فشيئا إلى أن تخرج تماما. وهذه العملية أجريت تحت تصوير دقيق.